نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوتر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوتر، وبوب له بقوله: باب ما جاء في الوتر. هنا يبين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، يعني كيف يصلي الليل، صلاة الليل. إنسان صلاة الليل تبدأ بعد صلاة العشاء تستمر إلى صلاة الفجر، فهذه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يبينها هنا، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني بتصلي قيام الليل ثنتين ثنتين. حتى بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن الإنسان وهو يصلي صلاة الليل فإن قام للركعة الثالثة فعليه أن يعود، إذا تذكر بيرجع مثل عم يصلي الفجر، فما بيجوز أنه يصلي أكثر من ثنتين، يعود ويسجد سجود السهو. طيب صلاة الليل كيف؟ قال ثنتين ثنتين، بتصلي ثنتين تسلم ثم اثنتين فتسلم، وهكذا في قيام الليل، فلا تصلى أربع ولا يعني أقل من ذلك ولا أكثر، وإنما هي صلاة، يعني صلاة تكون مثنى مثنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني إنسان قام الليل صار بيطلع الصبح بيصير أذان الفجر، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يعني الركعة الواحدة يمكن للإنسان أن يصليها بمفردها توتر له هذه الصلاة. فهنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أدنى صلاة الوتر ركعة، وورد في حديث آخر أن أكثر صلاة الوتر 11 ركعة. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث عائشة وابن عباس وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة في الليلة، فلذلك لا تزيد هذه الركعات عن الوتر عن 11 ركعة. بعضهم قال لا، ممكن أنك تزيد على هذا الشيء، لأن الليلة كان لا يتسع أكثر من ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نسمع نحن قراءة عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، كم كان يقرأ في الركعة وكيف كان ركوعه وكيف كان سجوده، فبيبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يتسع له في الليل أكثر من 11 ركعة. ولكن طبعا يعني أخذا بهذه الأحاديث أن أدنى الوتر يمكن أن تكون ركعة وأكثره 11 ركعة. الوتر في الصحيح هو سنة مؤكدة، ما نواجب، سنة مؤكدة وليس واجبا. ليش؟ لحديث الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإسلام، فسأله عن الصلاة فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. ذكر له كم صلاة؟ خمس. ما ذكر له الوتر، ذكر الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال الرجل: هل علي غيرها؟ يعني في عندي أنا بصلي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، يعني ما عدا الخمس بصير تطوع، يعني الوتر تطوع، فهي سنة مؤكدة. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها، فلا ينبغي للإنسان أن يترك الوتر. يقول الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة. إنسان إذا بترك الوتر، الإمام أحمد بيقول من خلال الأحاديث الذي يعني قرأها
أن الإنسان الذي يترك صلاة الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته فيكره تركها. والوتر ممكن تكون بعد الفجر، ممكن تكون بعد العشاء وتستمر إلى ما قبل الفجر. يعني ممكن الإنسان يوتر بعد ما يصلي العشاء والسنن وكذا، يوتر ثم إذا بدا له أن يصلي يصلي، ولكن لا يوتر مرة أخرى. شو الأولى؟ إذا كان الإنسان يعرف نفسه أنه يقوم في آخر الليل فيترك صلاة الوتر إلى آخر الليل. فهنا كذلك يعني في قضية الوتر العلماء ذكروا صفتها أنها ممكن أن تكون ركعة واحدة، وممكن الوتر أن تكون ثلاث ركعات، ولكن إذا كانت ثلاث ركعات يكره أن تكون كصلاة المغرب. كيف صلاة المغرب؟ أنك تصلي في عندك التشهد الأول والتشهد الثاني. طب كيف بتصليها الوتر إذا ما كانت مثل صلاة المغرب؟ قال أن تسردها سردا، تصلي أول ركعة ثاني ركعة ثالث ركعة بتشهد واحد، ممكن تكون بهذه الصفة. وهنا طبعا هذه بعض صفات صلاة الوتر، وإن شاء الله يعني سيأتي معنا بقية الأحاديث فيما يتعلق بها. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.